زينب كانت المرأة دائما شريكة الرجل في الحياة، شريكته على الحلوة والمرة، وكانت أيضا شريكته إلى جانب الأرض للدفاع عن تراب هذا الوطن. كان دائما للمرأة دور كبير. قديش المرأة اليوم ما زالت تسطر البطولات إلى جانب رجال الجيش العربي السوري، دورها بالمعارك شفنا المرأة السورية كانت حاملة السلاح عم تدافع عن الأرض، هي أم الشهيد، كانت هي تنقل الجرحى وتعالجهم، كان إلى دور جميل وشريك للرجل. خلونا نتعرف عن هي التفاصيل الجميلة مع سيادة العقيد علوى العلي. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا رب. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير، ينعاد عليكم بالنصر يا رب. ان شاء الله يا رب. بدنا نسألك اليوم سيادة العقيد، يعني دائما دور المرأة السورية كمان خلال التاريخ كانت إلى جانب الرجل في الدفاع عن الوطن بالتضحية حتى، وسطرت كثير من الملاحم أيضا البطولية. خلينا نحكي بمناسبة ذكرى الجلاء عن دور المرأة في الميدان. بداية الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. المرأة ليست نصف المجتمع فقط، بل هي أساس المجتمع، هي الأم التي تربي وتنشئ الأجيال، هي الزوجة التي تحقق الاستقرار النفسي، فكلما كانت الأسرة متحابة ومتماسكة كلما نشأ مجتمع سليم. فعلى مر العصور كان للمرأة دورا بارزا في كافة المجالات وحتى في مقاومة الاحتلال، فمنذ العصر الجاهلي وحتى الآن حققت المرأة الكثير من الإنجازات، وقفت إلى جانب الرجل جنبا إلى جنب في المعارك، كانت تشجعهم، كانت تعالج الجرحى. اليوم المرأة هي شريكة في صنع تاريخ سوريا الحديث، في صنع البطولات، في صنع المعجزات في سبيل الحرية والكرامة والسيادة، حيث أنها شاركت في مقاومة المستعمر الفرنسي، شاركت في الثورات السورية المتلاحقة حتى تحقق الجلاء. فمنذ أن أعلن يوسف العظمى مقاومة المستعمر الفرنسي ورفضه التسليم دمشق من دون مقاومة وعدم الإذعان لإنذار غورو، خرجت النساء في مظاهرات عمت شوارع سوريا، ونقلت شاركت أيضا في نقل العتاد والزخيرة إلى الثوار على كافة المجالات، استشهد الكثير منهن، كما أيضا شاركت في إنشاء المنتديات النسائية للدفاع عن عزة سوريا وكرامة سوريا. أيضا في بعض النساء انتهجت إلى تشكيل فرق الإنقاذ والطوارئ والإسعاف الجرحى. عندما ضربت دمشق بقذائف المستعمر الفرنسي ومنعت التجوال، خرجت النساء إلى الشوارع طفنا في كافة لتقديم المساعدة وإسعاف الجرحى وتقديم المساعدة والعون لعائلاتهم. يعني دور المرأة دائما نور، دور هام عبر التاريخ، ويمكن نحن اطلعنا على هذا الدور عبر مثل ما قلتي حكايات الجدات او حتى عبر الدراما السورية، المسلسلات اللي حكت عن نعم. هي الحقبة الزمنية نعم. فدائما ترسخ دور المرأة السورية، ان كان بانشاء منتديات للدفاع عن الوطن، ايضا بتأسيس الاحزاب اللي كانت موجودة منذ زمن، ايضا كان لها دور المرأة السورية بالدفاع والتعبير عن حقوقها. ايضا بعد قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد طيب الله ثراه، شاركت المرأة في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية، تبوأت مناصب عليا في الدولة، كان لها حق الاقتراع والترشيح إلى مجلس الشعب وإلى مجالس الإدارة المحلية. في ظل مسيرة التطوير والتحديث التي قادها السيد الرئيس تنامى دور المرأة وتعاظم أيضا، وتبوأت مراكز عليا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وحتى في المجالات العسكرية، حيث أن المرأة ترقت ونالت مراتب عليا في على مستوى الجيش حتى وصلت إلى رتبة لواء. في ظل هذه الحرب الإرهابية الكونية على سوريا لم تقف المرأة مكتوفة الأيدي، بل إنها شاركت أكملت مسيرة النضال جنبا إلى جنب مع الرجال، حيث أنشئت كتيبة المغاوير الأولى في الجيش العربي السوري، انضمت إليها كثير من نساء سوريا. هذه الكتيبة التي كانت النساء فيها على الخطوط الأمامية وجها إلى وجه مع الإرهابيين، واستشهدت الكثير منهن. في هذه المناسبة لا نستطيع أن ننسى
الأسطورة الكبيرة التي قدمتها أمهات الشهداء، فحيث أم الشهيد هذه الأم العظيمة التي زفت فلزت كبدها بالأهازيج والزغاريد والورود والغار، ونراها الآن تضع صورة ابنها الشهيد وكأنها راية نصر. هذه الأم العظيمة، هذه لا نستطيع إلا أن نقدم لها كل الإجلال وكل الاحترام والتقدير. أيضا أخت الشهيد وزوجة الشهيد وأم الشهيد، هؤلاء النساء اللواتي ينجبن ويربين الأبطال على مسيرة آبائهم. إذا أردنا أن نربط الماضي بالحاضر، فغزاة الأمس هم نفسهم إرهابيو اليوم، والعثمانيين الماضي هم نفسهم أتراك العدالة والتنمية اليوم، والمستعمر الفرنسي في الماضي هم نفسهم مرتزقة الغرب وشزاز الآفاق الذين تقاطروا إلى سوريا من كل حدب وصوب غازين ومتكالبين. فأبطال معركة ميسلون والثورة السورية الكبرى وحرب تشرين التحريرية التي قادها من يوسف العظمى إلى صالح العلي إلى إبراهيم هنانو إلى حسن الخراط إلى السلطان باشا الأطرش إلى القائد الخالد المؤسس حافظ الأسد، الذين ألهبوا الأرض تحت أقدام المستعمر الفرنسي وجادوا بأرواحهم رخيصة في سبيل سوريا، أيضا وضعوا سوريا أمانة في أيدي أبنائهم وأحفادهم في رجال الجيش العربي السوري الذين حفظوا الأمانة وصانوا الوديعة، فها هم اليوم يخوضون الحرب في كل بقعة من أرض سوريا محققين الانتصارات تلو الانتصارات. هذه الانتصارات التي سيشع وهجها بجلاء جديد للمستعمر للإرهابيين عن أرض سوريا، وستكون فاتحة لولادة عصر جديد تصوغه أهازيج النسوة وزغرداتهم وضحكات الأطفال وابتساماتهم، لأن هذه الأرض التي باركتها السماء وقدستها أقدام الأنبياء. كلمة أخيرة لكل المقاتلات السوريات ويمكن الفتيات اللي حابين ينتسبوا للكلية العسكرية للبنات، هيك باختصار وكلمة بمناسبة عيد الجلاء. نحن خنساوات سوريا سنبقى كما كنا على مسيرة النضال متابعين في مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس معه وخلفه. أتمنى من كل فتاة أن تكون جنبا إلى جنب مع الرجال، وخاصة في هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها سوريا، فهي تحتاج جهود الجميع نساء ورجال. ونحن في الجيش العربي السوري سنبقى كما كنا الجند الأوفياء خلف قيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، والرحمة لشهداء سوريا والشفاء العاجل لجرحانا. نتشكرك أكيد سيادة العقيد علوى العلي على وجودك معنا، نوجه لك تحية كثير كبيرة ونقول لك عام وأنت بألف خير، نوجه تحية لكل النساء السوريات المقاتلات اللي فعلا هن أجمل النساء السوريات اللي أثبتوا خلال فترة الأزمة مثل ما قلنا يمكن استعمار جديد، لكن كانوا خير الحافظين لهي الأمانة ودحروا هيدا الإرهاب. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، كل عام وأنتم بخير. شكرا لوجودك معنا وكل عام وأنتم بخير.